يقول: سافرت من الرياض بالطائرة بالأهل للعمل في جدة على أن نؤدي العمرة بعد أسبوع، هل عملنا هذا صحيح؟ وهل نكتفي بالإحرام من جدة أم من الطائف؟ إذا كنتم ناويين العمرة في مجيئكم من الرياض ناويين العمرة، فإنه يلزمكم الإحرام من الميقات الذي مررتم من فوقه بالطائرة، وهو السيل، ترجعون إلى السيل تحرمون منه، ميقات أهل نجد تحرمون منه بالعمرة إذا أردتم أخذ العمرة.